أو من ناحية حياة الإنسان أو من
هدية تخيل ما تتكلم بعد ما تقوم يوم بس لو قاعد مع بيتك حيوان والدكتور تماما اللي عايز اقوله ان المسيح الحب لله بتاعه امنا وتمنى اولاد الناس وكلي تبعته هي لغاية الاثنين يعني انت عارف ادم بطبيعته ترابيه تعبان لكن ادم بنعمة ربنا هو قدام ربنا كرام ده انسان عظيم وكان جوه الجنة وكانت الحيوانات كلها تسميها الاسماء وكان الزرع في الارض طلع زرع حلو طلع صوت حضري وكان كان زي عريان بس الصوت ان هو طبيعي جدا فهذا وكان له معنى كبير ربنا وبعدين ادم راح يستقيم ويوقف على نفسه ولازم يستحمل هو عرفان من نفسه من صدره خارجه يجي يزرع الارض ويلاقي الارض الخلية بتاع زمان فاضطرت تخليه يعرف ويتعب ويقف يلاقي الصوت بدقيقه في الدنيا ابتدى الوحوش اللي كانت معاه في الجنة المتقلة في الطريق ولقى الوحوش متحفزة ليه هو أشوفها وهي عايزة تخبره وابتدى يخلق حجاجة من دعم كل ما دي الصوت مين ان هي ابتدى تحمل الهجرة وتعايش من العيون تحت الذكر تعايش من العيون تعايش من المعيز وابتدى يخطب الشجرة ان هي حية خالق تغير النظر تغير الاكل حسن النظر وابتدى يسمع الناس الشجرة وابتدى يسمع ربنا هو يخرج منه يهرب منه وكل القصص طبعا ربنا عايز يرجع لنا الطبيعة كلها الاولى هي احسن منها كان يقول نعملها بس فتكون الشركاء الطبيعة والعلوية ونادي هذا الحكاية لم يكن ممكن أن يتم هذا إلا بالوصول إلى الله المين لكن طب احنا كلنا اتقابلنا من المسيح في حياتنا مين حد يظهر المسيح في حياته الوجودية حتى احنا بالفرد احنا كلنا مين نفر ما عندنا احنا كلنا اتقابلنا من المسيح بالروح القدس في حياتنا ايه المهم 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 يعني واحد نعمة للبنك في حياته واحد تاني نعمة للبنك في حياته الجوابات الروحية دي توصان معناها ان الانسان بيدي فرصة للنعمة انها تشتغل لان انت لما تحسبها ازاي تحصل قال له ايه اللي جاي ما تدخل قال له لا ليس بالفرصة يحصل الانسان لكن بالله يحصل الانسان أو ذلك يعني بدل في كل كلمة تخرج من فم الله لأن المسيح هو كلمة الله والمسيح هو كلمة الله في كل حد فبيقول لك كل كلمة يعني بيا أنا بكل كلمة تخرج من فم الله يحصل الإنسان دم الإنسان فبعدين المسيح ابتدى يدينا ذات الدم ويقول هذا هو خاص بالحياة بعد هذا الحكاية كان لازم المسيح يتم تغير ويبتدي الإنسان يتكتم ونفس الثالث ان يمكن حياة النبوية دي ليس بسبب واحد واحد بسبب لكن بوجود ربنا بعد ما عينيت الاول قبل الصيام قال لا انا حصلت قبل الصيام قبل الصيام ما هي حاجة المحاكاة لكن في حالة الجوع ابتدى حس فهم لازم يعيش ابتدى حس لحظة هي جاءت شوية نعمة ربنا بتغطيه وتتبعته ده حتى ان ليس بالحب واحد واحد الانسان لكن بوجود الله عشان كده القيام في الكنيسة عندنا ان كانت في فترة انقطاع يعني نمرة اتنين في صوت الاطعام الحديثة نمرة اتنين لكن نمرة واحد انقطاع يعني الانقطاع عن الاكل هو بيوصلنا بالاحساس بالجوع الحس بالجوع بيخلينا نحس ان احنا عايزين نعيش الجسم في الوقت لو انت بتفكر على الجسم ليس بالحس واحد واحد بس كل ده
الأربعين يوم دولت ورجعت تاني
قليل لبركات الايه العباده والصوم ويرجع لها في الاخبار الاسبوع الكلام ويعود يعني ضمير جدا لا تعرف فيها التكاليف الفتره دي هي رايه في البريه ابدا. الروم الارثوذكس والروس عندهم حد من احد السنة الكبير وكان عندنا حد الابن الدار من الاحد بتاع السنة الكبير. الروم الارثوذكس والسواني والروس عندهم حد اسمه حد مريم المصرية وبيعتبروا ان احد مريم المصرية ده يعني نموذج عمل جميل للتوبة والحياة الصوم المقدسة العربية. يعني طبعا معلش يمكن احنا كمصريين نعرف كتير عن مريم المصرية لكن لو سألت اي واحد صوم او اي واحد جديد او اي واحد بيصوم على طول ده حد من الاحاد الكبيرة عندهم احد مريم المصرية. الفترة دي كان مطلع العباد بقول لك 30 سنة كل بقى ويبتدوا ايه فالجنزين بتاعهم ركبوا فرواتهم المستمع وصلواتهم وعبادتهم ويبقى ايه 140 يوم بس في ال 40 العام بتاعهم فحتى كان يعني يجري على نفسه يخزن بتاع ترقية جميلة قوي اللي يعيش فيها بيت السلام. وكانوا بيعتبروها طريقة من السياحة لأن الناس محملة بواقع نفسية كثيرة وفي حاجات كتير خالص دخل القلب ودخل الناس ويبين ربنا خليها مش عارف يرد لنفسه يعني ياخد عن كل نهار عمال ياخد 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 كل نهار كل نفسه ويقدر طبعا من الخدمة دي لحد ما يعرفوا لأن يفضل نفسه هو الهوى لكن الناس دي لك او الكنيسه بس او كل وقت الصيام ده يكون مهتم بايه؟ بنفسه هو. فالناس الرسول في الكنيسه حسيت بحتما كنتيجه لاهتمام كل واحد بخلاف حياته. كل واحد بخلاف حياته بيهتم الكنيسه كلها هتكون في حالته في حالته. وهذا ما يحدث فعلا بدون اي ترتيب. اما التدخل كان كبير للسجن والناس كلها اتجاهم على السجيلة والعبادة والصوم والصلاة وتبص تلاقي زي مكان الصالة ويبتدي تلاقي مكان الصوم والصلاة لأن الحلقة اختار يعني من التدخل بفتح واحد الاثنين الأحد بتحت الصوم مترتبة ترتيب لذيذ يعني بكرة هتسمع نتكلم عن الصوم عن الصدقة ونجيب مكتب محتاج صدقة والصلاة والصوم فتلقى مدى الجيل والحياة الروحية فكلمنا عن أدام الوصفة والحد اللي بعدين والحد ده نسميه حد الرباح أو حد المستعجل والحد اللي بعدين هو الحد الأول بتتكلم عن الموت والبطل اللي ناوي نفسه مع ربنا لو يمكن احد ان يعبد ايه؟ سيدي الله هو المسيح ازاي؟ حتى تكون ازاي؟ ان انا هنا فابتدى يقف على رجله اول ما طلع نفسه شويه لقى السته متفرعه فرعين واحد يقول له بس ما انا مسجد الله هنا مسجد في المول اختار واحد من الاثنين طب هو الاثنين مع ده؟ بل ليه ممكن يعني في مسجد الدنيا والمال والدنيا حاسب مين بقى مين ده؟ قال لك يا شاكر ده يا شاكر ده فمسك كده بعد كده الحد اللي راح فيه على اثنين الحد اللي راح فيه على اثنين هيبتدي يطلب لي الحد بتاع التجربه واحد طلع رايح الطريق على طول واحد تجارب لكن اولاد ربنا من التجارب هي اللي بتخدمها هم اللي بيحتفظوها بتعلم لنا حاجات حلوه والمسيح الحلو كويس يتعلم لما يقع يتعلم من الغير ايه زي ما اتعلم من قيامه ويتعلم من ضعفاته زي ما اتعلم من قوته هي نعمة المسيح الكويس الكريم العظيم حضن المسيح ده وجلنا في القصة وكلمنا في الكنيسة عن الرجل الطاهر طب حد بتاع الرجل الطاهر
كده شوية يلاقي المسيح والسمرية بتتكلم مع بعض وهي بتراوح كده وتلف حواليه وهي بيعترف كده عشان دي تعترف وأول ما اعترفت تخيلت الإنسان الكامل خالص حياتها اتغيرت وهكذا تبتدي في الرحلة بتاعتك دي تتنقل من مجد إلى مجد لغاية لما تبص تلاقي نفسك واقف كده يا بحد الساعة والمسيح داخل عشان يملك على قلبك وتقول هيثم يا ابن داوود خلصنا مبارك الآيات باستمرار وتبتدي تفكر في كلام ربنا الثاني فالسياحة اللي كانوا بيعملوها العراق السحرة ديت الكنيسة رسمتها لولادها في العالم على المستوى العملي فأنا مش عايزك في كل أسبوع تاخد الدرس بتاع الأسبوع ده وتبدأ يعني مثلا بكرة هنتكلم عن الصوم عن الصلاة والصدقة والصوم يبقى طول الأسبوع الأناجيل كلها بتاعت الأسبوع كله الغسل والشفت ازاي أناجيل الأدابيس كلها تتكلم في نفس الموضوع مرة أتكلم عن الصلاة والصوم اللي هم هي ترجمة الشياطين هذا كان ثلاثة ثلاثة صوم الصلاة ومرة أتكلم عن غفران الخطية إلا أن تغفر لنفسك غير ما يغفر لك الخطية كثرة الصلاة هتلاقي لأن في كلام تتكلم على الباب مرة أتكلم عن الجنون كثرة الصلاة يعني أسبوع ده أسبوع استعداد أسبوع الاستعداد ده له علامات مهمة الإنجيل بتاع النهاردة كتاب بيقول كده أول كل حاجة ما دام الحديث ده أسماء مترسمة وأنا عايز إن أنت تنسى الحتة دي أول كل حاجة ولكن لازم إيمان الله في قلبك ويمين جبار يمين على مستوى نحن الجبل ويمين الجبل أن تفر أن تفر أن تفر وانطرح الجبل من تحت نمرة اتنين دايمان في الصلاة نمرة اتنين غفران الخطايا وان تغفر لنفسك خطايانا تغفر لك عدد السماء الخطايا خطين من جد تتبطل محبة غفران الخطايا اتنين تبقى احتيان ابدا الا بالخطين دولا اللي حطت لنا في الضوء الطريق الجنون في الصلاة والإيه؟ وال وكان خطأ وكان خطأ العقل فنمسك النقطة الثانية الأول يعني الأسبوع ده اسمه أسبوع الاستعداد أنا مستني الكنيسة الفرعونية هم أبناء قليلة الكرامات بتاعتهم لكن مع أن من دون عندهم الفكرة يجي الأكل مثلا في أول كان زي بكرة بقى ويجي يعمل الوحدة بتاعته يقول كلمتين بيقولهم شاف كلمتين مكتوبين كده يقول يا جماعة الصيام هيبتدي بعد أسبوع إزاي؟ فإذا كان اسمي واحد ديني زي حد حاجة أو في أي موضوع أو الأول إلى آخره فقدام في أسبوع هكون فاكر في كل حاجة شوفوا إزاي يعني ده أسبوع دي يا عمر الكنيسة بتأكد بقوة إن أي ولد فرقة يقوى الله لازم تكون بقلب يغفر عشان خاطر إن لم تغفر لا يغفر لك من أبيك الرب يغفر الرب وإن لم تغفر إن غفرت هغفر لك أبيك الرب إن غفرت هغفر لك إن غفرت هغفر لك أرض مع البدن ومهيئة
وكل ده عشان كلمة ربنا. صحيح كلمة ربنا تسمع بجد يا جماعة. صحيح ليه يا جماعة ده مستفدتنا ده تستاهل بجد. نبتدي كل واحد مننا يفتح في نفسه ويدخل جوه نفسه حياته عشان كده يوصل حياته في الصيام ده. يبتدي يقول لك كده فين بشرك فين بدلك فين بشرك فين بدلك نعم بركات كبيرة تأثرت في حياته. النقطة الثانية انت بتتحرك في اليمين. اليمين مهم جدا. تعرف ليلى اليمين كان على طول كده يجي ليه الحسام يقول له متابعين ايه الحب ده يسيح يقول من الحجر يسيح خالص يقول له ليس الحب يحلى يحلى اليمين الانسان هو دي عرفت امين ادي مكتوبه في سفر كسنور بتفكر كثير مكتوب كده ليس الحب يحيى يحيى الانسان. ففي كلام ربنا ما الله يحيى الانسان ده انت جربت تفكر انا جربتهاش حتى انا ما جربتهاش لكن انا اؤمن ان هي صحيحه يبقى اذا بالايمان اقدر امشي. لكن لو ما عنديش ايمان مش هكمل المفتاح ده مش هكمل المفتاح. بيان ليه بيبقى يعادي يستوطن في موضوع الاخطاء الاولاني ده الاخطاء الاولاني ليه؟ لان العمليه دي اصلا فيها ثقب في الاستوطن على الارض لكن هيعرف ان هي فتره استعداد جميله جدا وتحريك السنين وتحريك القلب عشان تبسيط من المليون الاول جميله سليمه وتقام الشهر امام ربنا يعرف ان الاستعداد مهم جدا. أي مستوى من الإيمان اللي عايزه؟ أي إيمان في الصبر؟ أي إيمان في الصبر؟ أي السلام قادرا على تغيير الأسماء؟ تغيير يعني ممكن حاجة تتغير، ممكن حاجة محدش يقدر يغيرها أبدا، لكن السلام يقدر يغيرها. فالحاجة دي سماها جبرة. حاجة دي سماها جبرة. انا ما اقدرش انكر ابدا وجود الحجاره في الارض على راي واحد من الحجاره نفسه. ما اقدرش انكر حقيقتنا بعد الحجاره اللي احتجاج لما بيعمل ايه. لكن فهمي ان الصلاه تستطيع ان تتغير. انا لم تكن في خطايا في العالم لم تكن في حاجات واحده تكن في اشخاص بعاد عن ربنا لم تكن في بعثات واحده فيا لم تكن في حاجات واحده فيك. لكن حكم ان الصلاه تستطيع ان تتغير تبقى الايمان الصلاه الايمان فغير الصلاه من غير ايمان. والايمان لدرجه ايه؟ قال للدرجه اللي انا اؤمن فيها ان ممكن الجبال تسمعي من المكان الجبل تسمعي من المكان اؤمن ان الجبل تسمعي من المكان اه في جبال كثيره خالص وانا بلغت من العمر كذا وحاجات كتيرة مش عارف اتخلص منها ولكن ربنا كويس ان شاء ولا سؤال عنه مش بقى اخر في الكتاب لكن طمني بخلي باب السنين تطول لكن سيدنا لما تستوى الامام بتاع يوصل لدرجه ألا هذا رأيي جاوبين في رسول أستطيع كل شيء في المسيح الذي تسويه كل شيء ومن كل حاجة هذا فيها بعيد المسيح اليومين لا أعرف أقول الكلام ده إلا إذا كنت أنا قلت الأول مع دين في رسول مع المسيح ثلاثة يحوى ولا أنا بل المسيح يحوى فيا فلازم الأول أكون حسيت بالقوة الغير المحسوسة اللي بتعمل في بعض البشر وهنا يا اخوة تتنسى للنسى الحقيقية من الصيام كله من حياتنا كان التقنين اللي هي الحكاية من ساعة بعض الانسان بالجوع باستقاط من ساعة قوة المسيحي بالله اللي يعمل فيه وقال المسيح يستطيع مثل يعمل بس في حياته ولكن يستطيع ان يغير بس في الكون ويغير الاخرين ايضا بدون بسالة الصلاه هي الاصل. لان في حاجات مش بتتحل ابدا. والواحد يحطها كده تحت مكرسه السما. وحطها على المذبح. كده الدور.
وتمر سنتين سنين كان بقول لك سنين هون كل واحد يبتدي يتكلم لكن كل ما رحت على الارض كل ما رحت على الارض فبعدين يبقى الواحد يسمع حدث ويبتعد الحاجة اللي كانت تتكلم من الله ديت أو يعني الواحد يسمع كده الموضوع ببساطة من باب يحس واحد يتوقع فالصلاة تغير الأسرة فالشر ضاع التمييزة إنها نسيت الصلاة بدينها الصلاة بدينها اللي هو قادر إن هو يغير الضعف الشافي ويغير الضعف والنزول التقوى وبعدين احنا ترى كل ترتيباتنا والقانون بتاعتنا بالعقل ده وارتباط الخليفة كل القانون بتبعد بايه؟ بالعقل ده فتبص تلاقي حلول بشرية والأمور الروحية بتتعقد الأمور الروحية لأنها بادية بطريقة غير بشرية لكن لما المسيح يستثمر الإيمان بالصلاة يبقى يكتب ضمن الاتكال على فكر بشري لكن الاتكال على الجميل الله إنه يعمل في حياته بالصمت والصلاة اللي أكثر معانيها الصلاة أصلا من استغلال البشر الصلاة من استغلال الملائكة عشان يصير الملائكة قدام ربنا بيصلوا ليل ونهار لما الإنسان أخطا فبقت في غربة بينه وبين ربنا وحس إن ربنا ضد كل حاجة فربنا حد يكبر خطه فابتدى الإنسان يقول له أنا مين اللي حاضر فابتدى يحس إن ربنا بيتجاوب معاه لكن الصلاة مش معمولة كده الصلاة معمولة للأمور الروحية تستطيع تغير تستطيع أن تطور أو تكون إنسان خالص الصلاة توصل لدرجة في الصلاة يعني بكرة كان في الصلاة كانت كنيسة تصير منها صلاة بلجادة وإيمان تعرف الصلاة اللي تبين بدون بكرة واقف على الأرض بكرة وسيلة كانت منتصف الليل دي سبحان الرب بحيث ان تتفكر في الطريق خالص من السجن لما بتسبحوا ورسلوا والصلاة أخذت معناها الروح الجميل والإيمان كده إنها في حضرة ربنا توصل لها النور عظيم أبرق في داخل الطب والآداب الشرحية وحاجات كتيرة خالص كتير كتير خليك بس الآداب الشرحية بأبواب قلب السجان الشرحية وأبواب بيت كلها الشرحية والتهم من كتير كتيرة أمنة بربنا في الليلة ديت فالصلاة تفتح لباب تفتح لباب الصلاة بإيمان تخلي الجسد تتأثر وتتأثر ويقول عند الناس جد الجسد أن بالصوم والصلاة تستطاع أن هو يقتل الدين شكر الوصول في الجسد والعلامة أوريجانا الجسد كده يعني تتكسر الجسد دولة الشيطان ده أسد يزيل من سنة من الطرف حوالينا حسين ده كمان حوالين عقود مشتركة لكن تعرف كل الأسود وكل الأسود المشتركة ديت أمام قوة الصلاة بالإيمان ينهار الحياة عارفين قصة مسكينة كما حكاها كثيرة مسكينة البنت الصغيرة ديت قدام قدام زبريت قدام ساحر يقول الشياطين اللي معاه كل ما راح إلى وقت اسمه ساحر الكلمة وهرب من رجعه فالصلاة بالإيمان بالضبط عبارة عن إن أنت بتدوس على خمسة الضعيفة الصغيرة وإن كانت إمكانياتك البشرية المحدودة بتدوس حاجة إلهية ليها بتدوس حاجة إلهية كل وقت الصلاة بتاخد من ربنا بالإيمان بتحط على ضعفك البشري فبتكبر كل وقت الصلاة معناها أنت بالإيمان تجيب قوة إلهية تكاد تتبعك في الضعيف فبلغ اللي موجود فيه عن طريق الصلاة تستطيع أن تغير الأسماء تستطيع أن تعمل العجائب تستطيع أن تعيش تخلي في الروح تستطيع أن تعيش بإذن الله سبحان أن أنت معاك
يعلم مين تحضر الفكر، ولا ازاي احنا نقدر نوصل لقلوب الاخرين، نقدر نوصل لقلوب الفكر بالطلب منه. الطلب من انت غاية هم رسول ثلاث لو عشرين سنة دينين، ياريت الناس اللي في السنين تعرف ان شغلانة المثال بإيمان والطلب غاية. احنا النهاردة تتكرر نوحد عند الكل، وهو مثل في الجنة لو كان يعرف في حياته غير الطلب. وكنا في عدلين اولا ايام الامين الطلعة تعمل ايه هتعمل ايه يعني، لكن عملت اداه كمثال بشر، يعني اداه تقول غير العمل ده عمل بشري عشان خاطر ناس تفكر كده بعقلي، لكن عملت الحاجه اللي هي فوق امكانيه الانسان البشري العادي. فلا تعمل كما يجب تسمع عاشق في اليوم الصلاه، فهم اللي هو يسال الصلاه. الروح الاشكال في جميع الامم ليست بامكانيات بشريه، لكن دكتور مختلف أكثر في جميع الأمم سيارون المستقلين تعمدون باسم الآب وباسم الأخطر. وتفضل مشكلتي أنا أولا أكثر مشكلة ذاتي بر ذاتي، مشكلة الهوات الجسدية، مشكلة قلبي نبطة، مشكلة الحاجات اللي أنا أقدر أعمل لغيري حاجة لكن ما بقدر أعمل نفسي. ودي مشكلة الإنسان البشري ما حد يقدر يحلها غير المسيح. عشان كده لما احنا يكون لنا كلام كويس مقبول نسأل الله نعمة المسيح هتتغير حياتنا. ماذا النبي لما طلع الشخصين بتاع 40 يوم مع ربنا نزل وسط المية ما قدرش يبص كده بعد ما ربنا صايم بقاله 20 يوم. وليه يعني الجبار ده في الخدمة تحت العشرين سنة لأربعين يوم بتوعه؟ عشان كده يقدر إليه يقول بأعمال إيه؟ بأعمال كبيرة ثم أكثر كفاية إن هما يخرجوا الصداع. قالوا له هذا الجنس مسلح، ما هو الكلام ده أنا كان كلام عن الصلاة بالإيمان. قالوا له نحن صلينا ولا إحنا ما بعرفش ولا نقدر ما بعرفش يخرجوا هذا الاستطاعة ليه؟ قال له أنا أنت ما كنت بنوم لأن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. هو راح على طول قال لهم إن ما كانش لكم بنوم أنت حد اتفرجل تقدروا تعملوا حاجة، لكن لو يجي إيمان في حد اتفرجل إيه الجدل أن تفقد تنتقد ومن ضمن الاستطاعة. أنت حاجة في نفس الدم فيها قدام أنا أقول لكن الدم ده فيها قدام نفس الصلب ونفس قلبها الصحيح ونفس كلمة الصوم يخرج الصوم يخرج الطلب الإيمان تعمل في حياتك حاجات اللي أنا حاسس إنك تفقد نص حياتي تتغير ونص أنا حياتي عايز حياة فوق ونص حياتي كده قبل الصغيرات قبل الكبار بتبان بتبان رد على قلبي بالإيمان بإيمان الله اللي بيعمل في حياتنا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يسوع. من أجل هذا أحبائي الأمة نعم ربنا إحنا في الدور ده أن إحنا في لنا برنامج روح الكنيسة زي ما قلت لك كل أسبوع لنا غرايات معينة. النهاردة أخذ غرايات الأسبوع ده هيبقى على المال والله كله عن الاهتمام الهم يعني الأسبوع اللي بعديه على التجربة يعني كل أسبوع نفسه عن المال. لكن الكنيسة بتدور الفرق كبير فعلا من العهد القديم كتير فعلا من أسعار النبي من حسوار وفعلا من موسى النبي والأسفار الخمسة فعلا كتير وفعلا من الأسفار الأسفار المحديثة وفعلا من الأنبياء كتير كلامهم هم بيتكلموا عن المسيح. ليه ده؟ لأن الكون في الواقع لو خرج عن دايرة حب ربنا وخرج عن دايرة الطريق بتاع المسيح هيبقى عبء كتير على الكون. يبقى نوع من التفكير زي ما بيبقى موجود عند الجنود جماعة دي، لكن لما يدخل في دايرة حب ربنا
بالذات الاستماتة بعد يسوع المرار بتاعت المسيح على الصليب تبقى حياتك ونفس كده الطول بتاعي يبقى جزء من الصليب. انا فاكرة كنت على الصليب قلت يا ابا اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. نفس الكلام الحلو بتاع ده اللي طلعت في حياتي ونفس كده وانا على الصليب وانا في الطول بتاعي حاطط كده قلبك الحلو الطيب انت بتقول للنفس اللي انت تعالى معايا واخد قلبك انت بتسامح اللي اساءوا ليك واللي دخل في صلاتك واخد قلبك يا رب انت فاتح دراعتك من اجل البشريه كلها ومن اجل انا بالذات ويبقى الكون بتاعي شفته للحياه المقدسه اذا كنت انت سامح من اجلي فانا من دار اولى كمان احكمه من اجل الكنيسه بتاعتك ومن اجل نفسي انا المسكينه ديت اللي طاقت في وسط مشاغل العالم وآراء مختلفة وهمومة واستفادة. عشان كده أنا أفكر في الكون عن حب المسيح عن محبة ربنا هو حبنا للمجتمع وأنا بقى أعبر عن حب مين في البشر لأن أجمل صور الحب هي البشر وكان هو كان من أجلي وأنا بحب مين التقدمة الصغيرة دي. ساعات الواحد يقدم لربنا حاجات كتير يقدم إلى النهاية ويقدم من فلوس واخد بالك يقدم من فلوس يكون عنده فلوس فيقدم قد ربنا يقدم مستقبل فيقدم من فلوس كتير يقدم من جسد كتير تاني وده الفرق بين الاثنين يقدم من وقت كتير ويقدم من جسد كتير تاني. عشان كده الصوم بيحمل اقصى درجات الجسد الصوم جزء من مهمة الشهر لأن الشهيد يبدو جسده الثاني فالصوم فيه بس من الجسد يعني مش بقدم لربنا من اللي في جيبي بتاعتي لكن بقدم لربنا من حياتي الجسدية زي ما هي قدمت لحياتي. فعلى رأي واحد مرة لواحد مستشار قال لي يعني ما عملتش ما عملتش ما عملتش كنت حاسس إن أنا ما عملتش حاجة ربنا لسه ما عملتش حاجة لأن هي حتى إن هتعمل حاجة إلا لما تقدم من ذاتها تقدم من ذاتها. عشان كده تكون تقدمها جميلة جدا أمام ربنا. إذا كان الناس يقدم ذبايح لله بطرق مختلفة فما أجمل أن يقدم الإنسان نفسه وذاته وذاته الإيجابية الحية أمام ربنا قدام العالم. فالصوم لازم يدخل في دايرة حب ربنا وإلا تتحول إلى نوع من الكبير والألم والتعب أو تتحول إلى كبرياء ذاتي إن أنا بقيت أصوم إن أنا أحسن غيري إن أنا مستمر أحسن صوتي إلى آخره. أخيرا زي ما قلت لك الكنيسة عاملة غرورات كتيرة في الفترة دي معناها الكنيسة بتلمس لنا بالسجن دي الكتاب المقدس لو التفتتم إليه فمثل ثلاث موضع مظلم كمثل سراج في موضع مظلم طلع من فجر النهار ويطلع سيف الصبح في حيوته يعني ينفجر يظهر من شفت حياته. فكلمة ربنا حية تعالى وأنت من كل شيء في حجمه وتصل إلى المفاصل المفاصل اللي هي تكتب الأمور الروحية خالص وتخليها متداخلة بالأمور المادية. فكلمة ربنا بتحس المفاصل دي بتحدد الطريق ليه. كلمة ربنا بتحس دي حد من الطفل اللي هي المفاصل من جوه كان ده ضياع أفكار إن الكتاب المقدس كان طفل زي طفل أفعية كده تقرا فيه من أول إصحاح الأربعين كده تقرا فيه من أول إصحاح الأربعين أفعية كده وتقعد تتأمل كل غاية فيه وكل يعني باراجراف صغير كده تقراها فيه تحس ان انت اخدت حاجات كتير على كل فقره كده تقراها تحس بغنى بالظبط. تقرا في كلام الانبياء المعزي تقرا في كلام ربنا مع الاباء الاولانيين تقرا في النبوات عن المسيح تتسمى بكلمة ربنا تقرا في العهد الجديد تقرا في المعارضة على الجبل تقرا في حديث المسيح مع الحجاج
دائرة حديث المسيح مع كل العينات من البشر تبص لهم من تثبت نظرك على آية معينة أو حتى معينة تتفق الأجندة بتاعتك بسرعة تفكر فيها طول اليوم من كثر تفكيرك فيها ينفجر النهار ويطلع المسيح فوق وفوق في قلبك. يوسف لما طلع مع ربنا 40 يوم نزل معاه كلمة ربنا يوسف النايم. فكلمة ربنا في حياتنا تنور قلبك أحسن وقت تنور في كلمة ربنا في حياتنا هي فترة الصوم. الصعدة أحبائي ده أسبوع الاستعداد اللي احنا بنركز فيه كل مشاعرنا وبنكتم فيه كل قوانا عشان نخرج بورق الصوم ده اللي زي ما قلت لك في الأول هو تزيين الكنيسة كلها وتزيين نفسك أفراد وكل واحد مننا يتكتب لنفسه عشان ياخد بركة الصوم ده هو ونتعديش الأيام أفراقنا يوم ورا يوم الشهر الصوم ده هلا تنطلق يا ستارة استفدناش منه الفايدة اللي كانت مكتوبة إن احنا إيه نستفيد منها. ربنا بارك في صومنا ده وعيد بالخير والبركة علينا الأفراد وعلى الكنيسة كلها ولولاد المجد الكريم.